في البداية مجهودات سواء كان على مستوى رئاسة الأركان أو وزارة الدفاع بخصوص افتح المايك معلش. بارك الله فيك. كويس كي. نعم تفضل. كان في مجهودات اللي أشرت إليها ولكن مجهودات طبعا لاقت محاربة، أتصور يعني حسب قراءتي ومتابعة المتواضعة مني لقت محاربة من عدة أطراف لا تريد بناء مؤسسات الأمنية والعسكرية، مما ترتب عليه الحالة الأمنية والانفلات الأمني والانقسام الذي نحن فيه الآن، وهذا ما أوصل ومكن أمثال خليفة حفتر أو تنظيم الدولة بأن يتوسع في ليبيا وأن يكون له تواجد وقوة عسكرية وأن يقوم خليفة حفتر بعمليات الآن ويؤدي إلى ما أدى إليه المشهد العسكري والسياسي في ليبيا. أما ما يحدث في المنطقة الشرقية الكل يعلم جيدا، سواء من أبناء المنطقة الشرقية أو من أبناء الجنوب أو من أبناء الغرب، يعلم جيدا أن ما هو موجود في المنطقة الشرقية ليس جيش ولا يمتلك مقومات المؤسسة العسكرية كهيكلية عسكرية إدارية أو قيادات عسكرية. نهيك من قامت عليهم عملية الكرامة معروفين بالأسماء، يعني حتى لو ذكرنا صقر الجروشي ولا النظور ولا غير، هذه شخصيات لديها قضايا يعني بموجب القانون العسكري لا توجد في المشهد. نعم. تمام. لا واصل الكلام. المايك اللي عندك هذا أبلغوني الشباب أنه يشتغل. فلذلك هي مسألة الجيش هي مسألة يعني رئيسية في الثورة المضادة ومن تحديات اللي تواجهها فبراير. بالتأكيد. لكن بداية لابد من الاستقرار السياسي، لأن هنالك قاعدة أن الاستقرار السياسي يجلب الاستقرار الأمني. من هنا نستطيع الاتجاه لتفعيل وتوحيد المؤسسة العسكرية، ضخ دماء جديدة، وهذا هو العامل الهام، أن تحت المؤسسة العسكرية مؤسسة حساسة تحتاج إلى دماء جديدة حتى تستطيع أن تؤدي بها مهامك، سواء حفظ الحدود أو تمركزات وغيره. لكن الفوضى الموجودة الآن في البلاد حقيقة يعني على مستوى ليبيا، يعني هنالك فوضى في بعض المواقع في من خلال سوء الأداء، عدم التأهيل، ولذلك نحتاج إلى عملية تأهيل داخل المؤسسة العسكرية.